فهم ولا بلزان الشركه باغا تدخل العاقه راه قربت دير فايت باغا تدخل يعني ما يمكنش تصدق الفلوس وكذا كيفاش كتخدم دوزان دوزان خاصها ماكسيموم ديال الاشهارات باش تدخل العاقه خاصها الفلوس الفلوس غادي يجيو الاشهارات خاص البرامج ديالها البرامج ديالها يكونوا كيكشافوا باش المستشارين يحطوا اشهارات لان يعني المستشار تيقول لها خاصني برنامج كيكشاف نحط فيه الاشهار ديالي واخا شنو هما البرامج اللي ديروا دوزان باش يتشافوا عدير لك مكتبه الامير الا عدير لك برنامج اللي باغي الناس هما طوندونس ديال اليوتيوب نيبه روتيني تقرب لك ما امكن داكشي باغي الناس دوك الافلام القصيره ديال هذوك الدراري ديال ما عرفتش شنو هو واحد مقطع من هنايا ومزعط في الاستاذه ديالته داير ما عرفتش شنو هو افلام قصيره خايبين وكيكشافوا نفسك الملايين تمنيات الملايين تمثيل كيزبل كلشي كيزبل باغينو الناس هذاك الشيء اللي باغي الناس باغي العواطف وديك لادوليسونس وداك الشيء داك الشيء اللي باغي الناس هو داك الشيء اللي كتبع دوزام لان هذاك الشيء اللي باغي الناس هو اللي يجيب مشاهدات هو اللي يجيب مستشار ويدخل لي العاقه وانا فين كاين المشكل القيمي عند دوزام هذا هو اللي كنتخالف مع المشكل هذا المشكل القيمي اللي خاص الدوله تدخل فيه وتكون شي لجنه قيميه اللي ترفع من الذوق العام للناس ولكن راه الناس في الاخر هذا الشيء اللي باغيه